اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك يا ربنا من جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الصراط أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، وعلى حسن طاعتك أعنا، ومن النار سلمنا، ومن النار سلمنا، وفي الجنة أدخلنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.